الحديث عن موضوعنا معنا عبر الهاتف الأستاذ رشيد لوراري، أستاذ القانون الدستوري. أهلا بك سيدي. مرحبا. إذن أستاذ، أيام معدودات تفصلنا عن الحدث السياسي والاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. بالأمس تحدث الوزير الأول عبد العزيز جراد وأكد أن تعديل الدستور يمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها. تعليقكم؟ والله أعتقد بأنه فعلا فإن التعديل الدستوري الحالي بما تضمنه من إضافات نوعية خاصة في الباب التي أشرت في مجال أو في المجال الذي أشرت إليه والذي كان قد سجله السيد الوزير الأول والمتعلق بمصالحة الجزائر مع ذاتها وتاريخها، أعتقد بأن هذه حقيقة، وتتجلى لنا هذه الحقيقة من خلال أولا عندما نتحدث عن تاريخ الجزائر، فلأول مرة يتم في الديباجة تكريس بيان أول نوفمبر باعتباره يؤسس هذا البيان من خلال ما تضمنه إلى الجمهورية التي حلم بها شهداؤنا وعمل على تحقيقها كل من شارك في الثورة التحريرية. إضافة إلى أن أيضا اعتبار الأمازيغية كثابت من ثوابت الوطنية فهو أيضا يدخل في إطار مصالحة الجزائر مع ذاتها، باعتبار أن هذا الجانب هو جانب أساسي ويعبر عن اعتزاز الجزائري بهويتها بكل ما تتضمنه من الأبعاد الثلاث من إسلام وعروبة وأمازيغية. ولذلك فلا يمكنني في هذا المجال إلا أن أقول بأن تصريح السيد الوزير الأول جاء في مكانه وقد أصاب في هذا المجال، فمن خلال ما ذكرته بالنسبة لهذين العاملين فعلا فهما يمثلان مصالحة للجزائر المعاصرة مع ذاتها ومع تاريخها البعيد والقريب. وأيضا تحدث يعني من أجل ذهاب المواطن للتعبير عن إرادته بكل حرية، تحدث وقال أنه الاستفاء هو أداة من الأدوات الديمقراطية. بالفعل فعندما نعود إلى الأنظمة الديمقراطية فإننا نجد بأن هذه الأنظمة تعتمد على مجموعة من الوسائل التي تسمح للفرد للمواطن تسمح له بالتعبير عن اختياراته وعن طموحاته وآماله. ونحن عندما نعود إلى المادتين 7 و8 هاتين المادتين جعلت من السيادة ملك للشعب، واحد بالنسبة للمادة 7 باعتبار أن السيادة هي مصدر كل سلطة وأنها ملك للشعب وحده، وأن المادة 8 جاءت لتحدد أدوات ممارسة أو أساليب أو آليات ممارسة هذه السلطة. وعندما نعود إلى المادة 8 من ضمن الفقرة الثالثة إذا لم تخن الذاكرة، فإن هذه الفقرة تنص على ممارسة الشعب لسيادته عن طريق الاستفتاء طبعا وبواسطة ممثليه المنتخبين. أكيد يعني، وهذه كانت من أبرز مطالب الحراك، تفعيل مادة 7 و8 من الدستور الحالي. نعم وبالتالي فها هو الشعب من خلال عملية الاستفتاء المبرمجة يوم الفاتح من نوفمبر، ها هو الشعب يقوم بممارسة هذه السيادة من خلال عملية الاستفتاء التي ترمي إلى قول كلمته الفصل في التعديل الدستوري المطروح، وهذا تجسيدا للإرادة الشعبية، لأنه كما عشنا بالنسبة لمجموعة من التعديلات التي تمت في مراحل تاريخية معينة، فإن المبادرون بهذه التعديلات وفي مقدمتهم آنذاك كان السيد رئيس الجمهورية كان يكتفي بعرض مشروع التعديل على المجلس الدستوري ثم بعد ذلك عرضه على البرلمان. في هذه المرة السيد رئيس الجمهورية اختار وأعتقد بكل قناعة بأن يلتجئ إلى تحكيم الشعب في هذا التعديل نظرا لما تضمنه هذا التعديل من تغييرات جذرية خاصة فيما يتعلق بالأسس التي ستبنى عليها الجمهورية الجزائرية الجديدة. وفي هذا الإطار فكما قلت فإن إقدام الشعب على الاستفتاء حول التعديل الدستوري يندرج ضمن المادة 8، هذه المادة وأيضا المادة 7 التي طالب الحراك نفسه بتطبيقها
وتجسيدها. نعم. وأعتقد بأن الدستور التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يجسد مجموعة كبيرة من المطالب التي رفع الحراك، وأعتقد أيضا بأن قرار سيد الجمهورية بعرض هذا التعديل على استفتاء شعبي يندرج أيضا في إطار تحقيق المطالب التي كان قد رفعها الحراك منذ انطلاقه في 20 فبراير 2019. أكيد وهو كذلك. شكرا لك أستاذ رشيد الراري أستاذ القانون الدستوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.